مين اكتر فريق كسب كاس العالم لليد؟ فرنسا. امتى اول بطولة افريقيا كسبتها مصر؟ 92. اسحب كارتها يا قريبة. 91. اغني عمرو دياب. ماشي ممكن اغني ليلي نهار بقى، هي دي شو قديمة انا برضو اللي بس انا مش حافظها. ليلي نهار ليلي نهار تعال حبيبي. حلو كده، هو الكوبليه ده حاجه. هنخش هنغلط في العضه بعد. مين اكتر لاعب مصري كسب بطوله افريقيا وكام؟ احمد الاحمر. 5. الزمالك خد بطوله افريقيا لكره القدم كام مره؟ 6. 7. لا 5. 5 مش هقول 6. ماشي، موقف طريف حلو. كان في بطوله كده في افريقيا مع الزمالك، كان في بقى جو السحالي والكلام ده اللي بيطلع في الغرب. فتخيل بقى تبقى نايم وتلاقي تصحى كده تلاقي في سحليه واقفه فوق السرير بتاعك، فبتنط نطه وانا جسمي كبير وبتاع، فقعد يروشه قوي. محمود عبد العزيز مثل في فيلم العار، اخر حاجه ايه قالها قبل ما يتجنن؟ لا مش فاكر الصراحه. اسحب كارت. اخر صوره على موبايله ده مضرب الحراس. قول لنا 4 افلام لاحمد زكي. بيضاء الحجر، ضد الحكومه، السادات، وكابوريا. ايه نتيجه اخر 3 ماتشات من الاهلي والزمالك في كره القدم؟ كره القدم الزمالك كسب الكاس 2-1. لا بتعمل ايه؟ واللي قبليه تعادل 2-2، واللي قبليه الزمالك كسب. الاهلي كسب 2-1؟ 5-3. لا كان في واحد بعد 5-3 بجد. انا اعمل تيك توك.